هنروح لاشخاص اخرين، بس اتحدى حد بيكون في قناه منتميه لنادي بيتعامل ان هو بيجيب راي حكم بيقول ان ركله الجزاء، مش ركله جزاء، مع ان في ثلاث حكام اكدوا ان هي ركله جزاء، ان هي مش ركله جزاء. فدي سياستنا عشان فعلا نكون مقتنعين بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ليكم، لان احنا عارفين جمهور النادي الاهلي زي ما قلت دايما قادر على الفرز. ونروح لكابتن جمال عبد الحميد اللي كان ليه راي وتفسير اخر فيما يخص مباراه نادي الزمالك، نسمع عليه. يعني انا عايز اقول حاجه بس، هو الحكم حكم دولي وحكم جميل جدا وحكم على مستوى عالي قوي، ولكن في عنده فار وعنده كمان مجموعه كبيره قاعدين على تقنيه الفيديو فوق على الفار بيقولوا له دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. اذا المجموعه اللي قاعده فوق بيعيدوا الكوره 3 4 5 6 7 مرات عشان يقولوا دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، فهو بيوقف اللعب لغايه ما بيسمع. انما اصلا الحكم كهو صاحب القرار الاخير هو ما حسبش من الاول، دليل ان هو كان قريب من كل لعبه، فهم فوق قالوا له مش ضربه، ما فيش ضربات جزاء، فالحكم ما قصرش، الحكم حكم بالملي كل حاجه صح، وسمع كمان كلام الناس اللي قاعدين على تقنيه الفيديو. الفكرة الجزم والشكل القاطع اللي بيتكلم بيه كابتن جمال عبد الحميد، احنا هنا في النهاية ده رأيه، وفي النهاية نادي الزمالك فاز وقدر يحقق نتيجة إيجابية، بس احنا عايزين نقول تبعات النوعية دي من الآراء ايه، خصوصا يا أسامة ان هي طالت النادي الأهلي بشكل أو بآخر، وفي حالة غريبة جدا بدأت تتحدث وكأن الفرق المصرية بيتم مجاملتها، مع ان احنا عندنا ركلة جزاء اتحسبت علينا، ثلاث حكام بيقولوا ان هي ما فيهاش حاجه.